مش كويسة يا كمال، زي ما حكيت لك على الموبايل. أنا لازم أروح وأقول له إن مفيش حاجة بيني وبينها. لا طبعاً أوعى تعمل كده، هو دلوقتي عامل زي الطور الهيج، لو رحت له ممكن يعمل فيك حاجة. أيوة بس أنا مش عايز أكون السبب في خراب بيتك. يا حبيبي مش أنت السبب، أنا قلت لك قبل كده مش أنت السبب. قرار جوازي من جد كان غلط من الأول. أنا عمري ما حبيته. أنا استسهلت بس وما كنتش بفكر غير في الفلوس. واللي حصل إني لما شفتك فوق حسيت إني غلطانة. أنا بحبك، بحبك بجد. لقاء، أنتِ أكتر واحدة في الدنيا دي عارفة أنتِ عايزة إيه وإيه اللي يريحك. وأنا الحقيقة شايف إن الحاج جاد راجل طيب وخسارة إنك أنتِ تسيبيه. طيب؟ والله أنت اللي طيب، أنت مش عارف حاجة. قصدك إيه؟ بعدين هتعرف أنا قصدي إيه. بس أنا دلوقتي في ظروف وحشة ومحتاجاك جنبي أكتر من أي وقت فات. وأنا لو في حاجة في إيدي أقدر أساعدك بيها مش هتأخر. في حاجة تقدر تساعدني؟ قوليلي وأنا مش هتأخر. إنك تاخد قرار بقى، أنا عايزاك جنبي. لقاء، بلاش ننسى إنك أنتِ لسه على ذمة راجل تاني. انسى الموضوع ده خالص. كلها أيام والوزير يرجع ويطلقني منه. وبعدين لعلمك بقى أنا في حواليا رجالة كتير جدا. بس أنا عايزاك أنت. أنا عارف ده كويس أوي، ما كنتش محتاجة إنك أنتِ تقولي لي. عشان خاطري يا كمال. عشان خاطري يفكر شوية. بلاش نضيع بعض، ما بقاش في وقت لده. حبيبي احنا الاتنين اتظلمنا في حياتنا. انت ابوك مش حاسس بيك، مش حاسس ان انت بني ادم عندك مبادئ وطيب وكويس وحرمك من حقوقك. وانا الدنيا ضيعتني، خلتني ارمي نفسي في حضن واحد انا ما بحبوش. ما بقاش في وقت، عشان خاطري خلينا مع بعض شوية. أنا مش عارف أقول لك إيه. خلينا نقفل الموضوع ده دلوقتي لحد ما الطلاق يتم بينك وبين الحاج جاي. براحتك.